السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونتحول من مراكش إلى خارج أرض الوطن إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى بوسطن مع أختنا رشيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ لاباس عليك. حياك الله للا رشيدة. الحمد لله بارك الله فيك. يا أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك سيدي. ديما متبعينكم الحمد لله وديما كنحاولوا نتصلوا. اليوم عاد ربي كتب لي الله كنت صايمه وفطرت ودعيت قلت يا ربي شد لي والحمد لله ربي ما خيبنيش. ما شاء الله سبحانك يا جليل. يعني من المغرب الى بوسطن والتواصل مستمر بالقلوب مباشره هذه نعمه من نعم هذا الزمان. الحمد لله الحمد لله على كل حال. والموضوع والله العظيم الموضوع اللي جبتي دابا ديال قضيه الرضا كنت باغا نتصل ونهضر مع نهضر عليه حيت مع الانتخابات اللي كانت وقعت اللي عندنا حنايا هنا في امريكا كان وقع بزاف ديال المساكن المسلمين ومن غير المسلمين اللي خافوا وتخوفوا. نعم. كان في النهار ديال النتائج كتلقى كلشي داير لايف مثلا في الفيسبوك وخدامين كيبكي ومور نتيجه وهذا. نعم بصح كيكون بعض القلق في حاجه طبيعيه ولكن كما قلت الرضا بالقضاء مزيان. وعسى ان نكره شيئا وهو خيرا لنا. نعم ما عرفناش وخير فين كاين. هناك ينسى كنتخوفوا كاين بزاف ديال الاخوات اللي كانوا اللي محجبات وخايفين واش نحيدوا الحجاب واش نديروا. ما كنظنش بان هذا نوع حتى هذا كنعتبر انه نوع من الابتلاء. نعم والمشكل ديالنا حنا اننا تلمو غرقنا في الدنيا وربما هذا الابتلاء جا باش يفيقنا شويه. كل واحد سد عليه بابه كل واحد عاش حياته كل واحد ولا كيقولوا راسي اراسي كل واحد ما بقى كيتول في حد. ولا الدين ولا عاده ماشي عباده ولا غنصلي حيت خصني نصلي غنصوم حيت خصني نصوم. ما بقى حد كيتول على حد ما بقاتش الجاره كي كانت ما بقاتش. ولكن الحاجه الزوينه اللي خرجت من هذه القضيه ديال الانتخابات ان انا عن تجربه خاصه دابا ولدي انا غادي به المدرسه الصباح. نعم وحدا المدرسة وغادا بالحجاب ديالي وحدا المدرسة لقيت كاينة كنيسة حدا المدرسة ديال الدراري. وخرجوا وداروا وخداو الطباشير وبصوا في الأرض ورسموا قلوبة ورسموا وكاتبين المحبة في الله وكاتبين أحبوا جيرانكم. لا إله إلا الله. من هذه خرجت حاجه زوينه. ما شفناش شنو لو كوتي بوزيتيف شنو غير لو كوتي نيجاتيف. ما شفناش حاجه اللي زوينه اللي خاتخرج من هذا الشيء. انا بالنسبه لي ربما بصح كاين تخوف بصح ربما كاين غتكون عنصريه وغيكون بزاف ديال الحوايج ولكن ماشي كلشي كحل. حنا ديما كنشوفوا ملي كنشوفوا ديك النقطه ما كنشوفوش ابيض كنشوفوا غير النقطه الكحله. نعم سبحان الله. سو الحمد لله الله حنا راضيين بالقضاء راضيين به الحمد لله والله الله يدوز كل شيء على خير والله يحفظ الناس في البلد. وبالنسبه لنا حنا راه بحالنا في الجهاد اكيد كنجاهدوا على قبل ديننا وكنجاهدوا على قبل وليداتنا باش نطلعوهم هنايا. يعني حنا ولادنا ما كنقولوش انتم امريكان حنا كنقول لهم انتم عرب مسلمين مغاربه امريكان. هذه اللي خصها تربى فيهم وهذا الشيء اللي خص هاد الجينيراسيون. حنا بالنسبه لنا الجينيراسيون الاولى هي اللي ان شاء الله غتعلي راية الاسلام بالحق وغتبين باننا ما كاينش فرق ما بين مسلم وما بين مسيحي وما بين هذا ولا ما بين مختلفين لون البشره ولا اولادنا اللي غادي يديروا ديك الشيء. هو املنا فيهم حنا بحال المجاهدين مع اولادنا في هذه البلاد. لو كان على يدينا حنا كون رجعنا لبلادنا معزوزين كرومي الحمد لله وديما كنا معزوزين الغربه ربي كتبها حيت صرت الخبز كتب لنا في هذه البلاد. نعم لما نقولها ونعاودها ما كاينش حتى الواحد من ارضه وبلاده ما كاينش بحالها نهائيا مهما كان. لان فيما مشيتي كتلقى الخايب وكتلقى الزين وكتلقى الفقر وكتلقى راه ماشي هنا كلشي لاباس عليه ولا كينوضوا في الصباح وكيلقاو الفلوس مشتة في الزنقه. كل واحد كينوض مع الربعه الصباح الخمسه الصباح ويعرق ويجف على ديك المعيشه ديالو. لا اله الا الله. والحمد لله على كل حال سيدي وصافي. عندي واحد الدعاء زوين ديال الرضا والقضاء ديما كنقولوا انا سبحان الله ما بين الادعيه الزوينه اللي سبحان الله كنصيب فيها راحه ديالي. نعم. كيقول اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق
أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا، وأسألك كلمة الحق في الغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب يا كريم، لا إله إلا الله. كلام جميل من الأخت رشيدة من الولايات المتحدة الأمريكية من بوسطن. فإذا كان في هذه الانتخابات شيء خير، يكفي أنها تولد هذا الشعور الإيماني في قلوب المواطنين العرب المسلمين بالمهجر. للرشيدة حافظك الله ورعاك، نفتخر بأمثالك. شكرا سيدي بارك الله. ونسألك الدعاء الدعاء الوالدة كتسلم عليك بزاف، والأخ ديالي كيسلموا عليك بزاف من متتبعين البرنامج ديالك، كيطلبوا منك الدعاء. يا رب الله يحفظهم ويرعاهم ويبارك فيهم ويصلحهم جميعا وينور الطريق ديالهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم. الأخت رشيدة ذكرتنا بهذا الشأن العام الذي يميز الواقع الأمريكي الذي له تداعيات على الكثير من الدول العربية والإسلامية، ويرخي بذيوله على النظام الأمني العالمي. الكل تتبع باهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا في هذه الدولة العظمى اللي كتسمى ولايات متحدة، أكثر من 52 ولاية اتحدت باش تكون واحد الكيان ضخم وقوي وجبار وباستطاعته أن يسير دفة الحكم بالعالم. هذه الولايات المتحدة الأمريكية عندها حزبين فقط، حزب جمهوري وحزب ديمقراطي. الحزب الديمقراطي كان يمني الناس بحياة الرفاهية وكيقول بالتعددية ويقبل بالآخر، خصوصا العرب والسود والمسلمين، ويشجع على ثقافة حقوق الإنسان وعلى أن أمريكا للجميع. لكن الحزب الجمهوري له فلسفة خاصة، إنه شيئا ما متعصب للنزعة الأمريكية الخالصة، أنه ربما فيه نزعات عنصرية، أنه يرفض أن ينعم الغرباء عن أمريكا بنفس الحقوق، يعني أن العرب والمسلمين والسود وغيرهم لا ينبغي أن ينعموا بنفس ما ينعم به الأمريكي المواطن الأمريكي. وطبعا هناك سياسة خارجية ربما قد تكون شيئا فيها عنصرية شديدة. الناس تكلموا كثيرا عن هذه الانتخابات، وربما من اللي كانت كنا بغينا نديروا حلقة خاصة بها، ولكن قلنا لا شيء، لأن ليس السياسة الأمريكية توجه العالم، العالم يوجهه مالك الملك الخالق الذي بيده كل شيء، وما نرى سوى ذلك هذه فقط مجرد رموز. فمن يأمر الشمس أن تصعد صباحا؟ الله. من يأمر القمر أن يبزغ بالليل؟ الله. من يأمر السحب أن تسير وتمطر؟ الله. من يأمر الأرض لتنبت الكلأ؟ الله. من الذي يأمر بطون النساء أن تلدن الأجنة؟ الله. من يعطينا خبزنا وقوتنا؟ الله جل جلاله. فالمطلوب أن الناس يملؤون قلوبهم وعقولهم بالله تعالى، والأشياء الأخرى هي مجرد أمور رمزية جدا. وإلا فإن السياسة الأمريكية لا يحددها لا حزب جمهوري ولا ديمقراطي، بل هناك نظام اللي هو قائم بذاته، لوبي قوي هو الذي يسير عنده توابت للسياسة الأمريكية. لكن نحن مع إخواننا المسلمين والعرب في تلك الديار لما عبروا عن خوفهم من تداعيات السياسة للحزب الجمهوري، ربما قد يحرمهم من بعض الحقوق وقد يضيق عليهم بعض الأرزاق،
فمثلا الحزب الجمهوري هو يتخوف من الإسلام ويعتبر بأنه إرهاب وإيديولوجية خطيرة. سألنا بعض الناس في الحزب الجمهوري ماذا يعني لك الإسلام، يقول لك الإسلام يعني إلي هو الدم والجهاد ثم تعدد الزواجات فقط، لا يعلم من الإسلام إلا الحروب وسفك الدماء وتعدد الزواجات. وأيضا هناك التضييق في الحرية العامة، يعني أن الإنسان إذا كان ملتحي يصبح متهم، المرأة إذا كانت محتجبة تصبح أيضا متهمة، وهذه الأمور تعطينا واحد الانطباع مظلم على ما قد يرتقب في السياسة المستقبلية لصالح المسلمين والعرب. لكن الأخت رشيدة تخبرنا بأنها اليوم كانت صائمة من بوسطن، يوم الاثنين كانت صائمة وتتكلم بلغة العارفين بالله، تتكلم بأن رب ضارة نافعة. تاريخ البشرية إذا قريناه هذا القوم مروا في زعماء وعظماء بل فراعنة، هناك من قال أنا ربكم الأعلى، وربنا عز وجل الكل يبيد ولا يبقى إلا ما يريد جل جلاله. حتى فرعون الذي تكبر وتجبر لما أغرقه الله تعالى قال له اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، جنود فرعون كلهم غرقوا في بحر موسى إلا فرعون هو الذي ألقاه الماء ليبقى ذليلا وبرهانا على أن الملك لله من قبل ومن بعد. الآن أختي رشيدة أنتم في تلك الديار تعتبرون السفراء للعرب وللمسلمين، الذي ينبغي أن تقوموا به هو أنكم أولا املأوا قلوبكم بالله تعالى، هو المعطي هو المانع هو النافع هو الضار. ثم أنتم في تلك البلاد عندكم يسمون مستأمنين، دخلت بتأشيرة، عندكم مستأمنين يعني عندكم تحترمون الحقوق العامة وتسيرون وفق القوانين الجاري بها العمل في تلك الديار. ثم عندكم رسالة عظيمة، الله تعالى هو الذي دفع بكم إلى خارج أرض الإسلام لكي تبلغوا الدين، ليس بالأقوال بل بالأفعال. فحجابك ولله الحمد لما تكونين تسيرين في الشارع العام بلباس أنيق محترم محتشم، هذه رسالة للمجتمع الأمريكي. لما تتكلمين معهم بأدب وبارتقاء وبمنطق كل خير فإنك تغيرين المفاهيم المغلوطة التي في أذهان بعض الناس. أنتم الآن في موقع فعلا كما قلت جهاد، جهاد نفس جهاد فكر جهاد سلوك، وربنا سبحانه وتعالى سوف يوفقكم بإذن الله. جميل ما قلت بأن هؤلاء النصارى والمسلمين يرسمون قلوبا بين الأولاد ويقولون نريد محبة ونريد سلاما أحب جيرانكم، هذا من أقوال الأنبياء جميعهم. سيدنا رسول الله كان يدعو إلى العناية بالجيران، وربنا عز وجل قال لنا والجار بالجنوب دلنا الله عز وجل سبعة ديال الجيران عن اليمين وعن الشمال، كاين الجار اللي عنده جوج الحقوق وكاين اللي عنده واحد وكاين اللي عنده ثلاثة، هادو كلهم حتى اليهودي والنصراني له حقوق، وحتى سيدنا المسيح عليه السلام طالما كان كيقول هذه الكلمة أحبوا جيرانكم. فهاد الناس جمعوا في ديك البلدة هم جيران يقتسمون نعمة الحياة بمرها وحلوها، فكل هذا هو من تقرير الأديان جمعاء. فأسأل الله الكريم أن يحفظكم أختي رشيدة ويجعل لكم من أمركم رشدا ويوفقكم للخير ويحفظ الوالدة ويطيل عمرها ويسعد الأسرة المباركة، وإن شاء الله تعالى سوف يبقى الخير عاما في الإنسانية جمعاء ما دامت تؤمن بقيم السلام قيم المحبة وقيم التضامن التي دعا لها جميع الأنبياء والمرسلين، سواء منهم موسى الكليم أو عيسى الذي هو روح الله أو محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأفضل التسليم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.